أقف أمامكم كممثل لبلد يحمل منذ إنشائه رسالة حرية وتوافق واعتدال، كما هو ملتزم دوما احترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ولبنان الذي رافق بمفكريه وإعلاميه ومناضليه كل مشروع نهضوي في الشرق لا يمكنه إلا أن يرحب بأي مقاربات أو معالجات سلمية لتحقيق الإصلاح وتكريس مبادئ الديمقراطية. ويجدر بنا أن نواكب هذه التحولات في العالم العربي بطريقة تؤدي إلى خيره وتقدمه وعزته. يبرز المسعى الفلسطيني المحق للاعتراف بالدولة الفلسطينية والفوز بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة استناداً إلى مبدأ تقرير المصير. وسيواكب لبنان هذا الجهد بغية إنجاحه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. إلا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمامها إلى الأمم المتحدة على أهميته لا يعيد كامل الحقوق ولا يعتبر حلا نهائيا بطبيعة الحال للقضية الفلسطينية. ويكرر مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإرغامها على تنفيذ كامل مندرجاته، وهذا يستدعي وقف خروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري من الأراضي التي ما زالت تحتلها في الجزء الشمالي من قرية الغجر ومزارع شبعة وتلال كفر شوبة، علماً بأننا نحتفظ في المطلق بحقنا في تحرير أو استرجاع كامل أراضينا التي ما زالت تحت الاحتلال، وذلك بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. إننا نؤكد تمسكنا بكامل حقوقنا السيادية والاقتصادية في مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة، وبحرية استثمار ثرواتنا الطبيعية في البر والبحر. العالم مجتمع في نيويورك في الدورة السنوية 66 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث اجتمع القادة العالميون ونصب أعينهم ملفات الشرق الأوسط الشائكة من سوريا إلى قيام الدولة الفلسطينية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتلى المنصة معتبرا أن الانتقال إلى الديمقراطية حق مشروع لكل الشعوب المتساوين في الحقوق، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك فورا لفرض عقوبات على سوريا بسبب القمع الذي تواجه به السلطات الحركة الاحتجاجية. As we meet here today, men and women and children are being tortured, detained and murdered by the Syrian regime. في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم ثمة رجال ونساء وأطفال يعذبون ويسجنون ويقتلون على أيدي النظام السوري. كشف السوريون عن شجاعة وعن كرامة في سعيهم إلى العدالة عبر الموت دفاعا عن القيم نفسها التي يفترض بهذه المؤسسة أي الأمم المتحدة أن تدافع عنها. لا يوجد عذر لعدم التحرك. حان الوقت ليقوم مجلس الأمن بفرض عقوبات على النظام السوري وبأن يكون متضامنا مع السوريين. Now is the time for the United Nations Security Council to sanction the Syrian regime and to stand with the Syrian people. وتطرق إلى حركة التغيير وسقوط الأنظمة، أشار أوباما إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين معارضا سلوك طريق مختصر لحل النزاع. وإذ أكد ضرورة قيام دولة فلسطينية شدد على أن التزام بلاده التام بأمن إسرائيل لا مساومة عليه. إلى ذلك حذر أوباما إيران وكوريا الشمالية من عزلة أشد بسبب برنامجيهما النوويين. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح بدوره جدولا زمنيا مدته سنة للتوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعا ساركوزي إلى قبول فلسطين كدولة غير عضوة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، كما تطرق إلى الربيع العربي. Depuis trop longtemps, des peuples arabes soumis à l'oppression. الشعوب العربية والتي لطالما كانت خاضعة للظلم استطاعت رفع رأسها والمطالبة بحق الحرية بأيديهم المجردة من السلاح، وقفوا في وجه العنف والوحشية. ليس لدينا الحق بخذل الشعوب العربية. N'avons pas le droit de décevoir l'espérance des peuples arabes.
من جهته أكد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني أن بلاده لم تستطع صم أذانها إزاء صرخات الشعوب بالبلدان التي طولها الربيع العربي. أما في الشأن الفلسطيني فطالبت الدول بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية. إن القضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الضفة الغربية وهضبة الجولان ومزارع شبعة في جنوب لبنان، إلى جانب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة وسيف الحرب المسلط عليها. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون افتتح أعمال الجمعية العمومية وأعرب عن أمله في بذل جهود على الساحة الدولية للخروج من المأزق الحالي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن توفر جهدا لإعطاء دفع لعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.